السلام عليكم. الكونغرس ألغى البارحة التفويض اللي انطاه للبيت الأبيض بعام 2002، واللي على أساسه جورج بوش اتخذ قرار غزو واحتلال العراق وإسقاط نظام صدام حسين. هسه هذا موضوع يجوز نمر عليه بحلقة خاصة ونشوف شنو تداعياته، بس انطلاقا منه أريد أطرح سؤال: أيهما كان سيكون أقل ثمنا، إسقاط نظام صدام عبر احتلال العراق وتدميره، لو ترك نظام صدام يسقط وحده من الداخل بعد ما يقرب من 20 سنة أثبتت الوقائع والتجارب والمآسي والخسائر الفادحة اللي تكبدناها إنه الاحتلال ما جاب لنا غير كل ما هو سيء، من فتنة إلى طائفية إلى فساد، وكل واحد من عندنا بعد الاحتلال طلع صدام اللي بداخله. بينما لو تاركين نظام صدام يسقط وحده، هو أصلاً النظام كان منخور. يمكن يعني إذا تتذكرون سلطاته بعد 91 انتهت، ما كان عنده سلطة ولا سيطرة على 3/4 العراق من كردستان لهوار الجنوب، بمعنى أنه صدام كان انتهى إذا مو بال2003 بال2015. ولحد يقول لي كان ورث الحكم الولده، يعني واحد من ولده انتهى عمليا بال96 والثاني كان ما ممكن يعيد قبضة والده، وكان سيكون الثمن أقل بكثير حتما. هاي كانت لوعة اليوم.